اتركني حجر وبعظم في اكتب سكوت ولا تذكر الماضي الجماعه بيعرفوه لو ما الحجر شو نفعها حجه ابوه ولا تهينوا فيه بكره بيرجموك وجه الحجر افضل من قلوب الشكوك وجاوب عن لساني عند ما بيسألوك لو ما الحجر ضاع التواريخ الدني وما كان مات الشر لولا من الملوك ما اتركتك حجر اتركتك حجر للرجل لو صوتك فجر اتركتك حجر للرجل لو صوتك فجر منك وفيك السوس ينخر بالشجر اتركتك حجر للرجل لو صوتك فجر منك وفيك السوس ينخر بالشجر ولو كان تاريخ الملوك بينأجر بالحرب خلي الضرب يوصل للغجر ولا تخلي صخر من قلعه هجر بمغار تجعيته وبرج صيدا فجر وقلعه جبيل وصور وشيف الضجر وست الحجاره من بعلبك للمجر تنشوف شو حرب الحجاره وفعلها خصوصي اذا كان الحجر حامل حجر للرجل لو صوتك فجر منك وفيك السوس ينخر بالشجر ولو كان تاريخ الملوك بينأجر بالحرب خلي الضرب يوصل للغجر ولا تخلي صخر عن قلعه هجر بمغار تجعيته او برج صيدا فجر وقلعه جبيل وصور وشقيف الضجر وقيم الحجاره من بعلبك للمجر تنشوف شو حرب الحجاره وفعلها خصوصي اذا كان الحجر حامل حجر لو ما الحجر يحمو الحجر ما في جبال ما الحجر يحمو الحجر ما في جبال ولا في بنا بيتصصروا بقلبه العيال وتمثال شهد بلادنا الكل وكمال لو ما يعيشوا بالحجر مرء وخيال ولما الفينيقيين نزلوا على المجال وعجبين لما اسكندر الارمين مال ليش حتى اهلها بدل الحجر ما عمروا حصون الرجال من الرجال وما الحجر يحمو الحجر ما في جبال ولا في بنا بيتسطر بقلبه العيال وتمثال شهد بلادنا عاك الحال لو ما يعيشوا بالحجر كانوا زوال ولما الفينيقيين نزلوا على المجال وعجبين لما اسكندر المكدون مال ليش حتى اهلها بدل الحجر ما عمروا حصون الرجال من الرجال حرب الفينيقيين ومجالوا بحرب الفينيقيين ومجالوا لازم اسكندر يرجعوا رجاله وخلي الحجار بدل الرجال تروح تحارب عن اسكندر وافعاله حرب الفينيقيين ومجالوا لازم اسكندر يرجعوا رجاله وخلوا الحجار بدل الرجال تروح تحارب عن اسكندر وافعاله البنا بيبني على حجار السطوح لما السطح بيقوم من حاله البنا بيبني على حجار السطوح
لما استطح بيقوم من حاله وجمال بيحمل حجر مسلوح لما الحجر بيقيم جمال نقول صدرك بيدر ومسلوح وراسك حجر ومقدس دياله وتنقول صدرك بيدر ومسلوح وراسك حجر ومقدس دياله واحتاجك الراعي وعصا تطلوح وغلوا ما رمت غلوا مالع سعرك وغالوا وجابك ودحدل جنبك المفتوح يشدك على المدماك بحباله وحب يبني فيك اعلى صروح تيعمرك ويصون عياله وحب يبني فيك اعلى صروح تيعمرك ويصون عياله وطلعت حل طهر مثل الشوح شو قيمة المقلع واشكاله قلعت جبيل وصور عمة نوح علي بناها وقطعوا صاروا بعلبك وصيدا سرهم مفضوح الميدان فاضل راح خياله وشو قيمة التمثال من دم روح لو مات شخص وضل تمثاله شو قيمة التمثال من دم روح لو مات شخص وضل تمثاله اللي نجر خشاد السفينة نوح علم العقل بالراس رشماله لازم تغلط نوح بالمفتوح وتمشي السفينة وحد هذا البحر يما معاها تبعت خيال الحرب الفينيقيين لاقيني وفي كل قلعه رايك اعطيني لو ما تكون مسمك الحيطان لا صال انصان منك ملك ولن عمل زيني الحرب الفينيقيين لاقيني وفي كل قلعه رايك اعطيني لو ما تكون مسمك الحيطان لا ضل ملك ولا انعمل زيني اوعى قصة التمثال في برهان اتعلم اصول الحكي واحكيني التمثال روح المجد بالاوطان وميزة خلود الصخر عالطيني ولو ما الخليل يضبط الخيطان وبأرض صحرا يعمر مديني كانوا القريشي وبني قحطان ضلوا عموج العمر فليني والصخرتين الحيروا الشيطان بالقدس والكعبة بتكفيني لو ما تنيل الحق مش سلطان ولا تثبتوا دينك ولا ديني لو ما الخليل ضبط الخيطان وبقلب صحرا يعمر ديني كانوا القريشي وبني قحطان عاشوا على موج العمر فليني والصخرتين الحجر الشيطان بالقدس والكعبة بتكفيني لو ما اتنين الحق مش سلطان ولا تثبتوا دينك ولا ديني طيب ولو جيت حل النوح بالطوفان المسألة بحقك مهيني ولو جيت حل اللوح بالطوفان المسألة بحقك مهيني شو مفضل الخمرة شو مفضل النحل على الأفران وشو مفضل الخمرة عأنيني اوه تافهمك انك انت غلطان
وتاخد عقل الحق على الهيني. بتمشي السفينة من عدا قبطان، لكن القبطان مهما يكون شو قيمته ما كان إله سفينة.